اعيدها تاني كده. يا ست ما تنطقيش. بتعوص ايدك. وايدك. في سم. شايفة حاجة؟ لا مش شايفة حاجة. الأسياد عمتها. يا عيني عمت ايه؟ يا عيني ايه يا ابن الكذاب انت؟ انت اللي خدت. مش انت اللي مخبي عينيها بايدك؟ يلا يا موهوم. ما مرت على حس ايدك. يلا يا موهوم. موهوم. بص يا بنت قدامك. كذاب قوي. هاتي ايدك. تشتمي راجل قد ابوكي. اه. خلاص خليه. شدي ايدك. اهو. مالك؟ مش قادرة. سماعي عيلتك. مالك؟ مش قادرة. الأسياد شلتها. دي صغننة. دي صغننة ايه؟ زعلان علينا. انت عندك كم وجه؟ النين. كفاية واحد النبي. يا حاج ده شغلي انا فاهم فيه اكتر منك. تعالي. ايوة. احضر عليها من اهل البيت. الاسم باريم. لا مريم. انا عارف انت ببلدهم باريم. سافرتي هناك انت؟ ليه مسكومين كلهم؟ يتنيلوا. بصوا قدام. ايوة. سن فوق العشرين. الطول تحت الارض. بلاش انت. انا مش باين من الارض. خليها على الله. التعبان بيرزق في الشجرة. ايوه. لا. يلا بقى ما تقرفناش. دور عليها هتلاقيها. هي قليلة سفيفة لا ترى بالعين المجردة. ليه نجا ابعد. احسن لا ترى بالعين المجرد. يراها اي كفيف. ايه سقفوا عليه. سقفوا معاه. لا يا باشمهندس. ايوه الصوت جاي من فوق يا حاج. فين يا اخ؟ تقريبا بتوع الصيانه. مبروك. صيانه ايه يا كاب؟ ايه يا ايه ده؟ ايه وانت داهيه؟ اشتغل. احضر عليه واوعى تأذيه. انا في حمايته. ايوه من اهل البيت. من اعمدة الفيلا. تربى وترعرع في غابات السافانا. يتغذى على الطائرات المخطوفة. انت بتتكلم بجد؟ ايه اللي حصل؟ رجع ورا. انا؟ رجع ورا بسرعة. هم عايزين ياخدوني تاني؟ لا مش انت جدها يا بوزك. ايوه قول لهم الشكر والدبيحة عندي. بيعت ايه؟ مش انتي جدايا. وعي شوية. خد رزقك. مش انتي. احدفها سكرو. انا مال. ايوة. هاتوا الحلة. هاتوا له الحلة. كلكم. روحي. وانا كمان. يلا. حاضر. بكرة الساعة 6. ايه 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 ده الراجل ده. الراجل ده. ايه ده. ايه ده. الرطيس احنا. ايه وانا حسن. ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. روح هات الحل. ما احنا جبناها. ثاني الحل ايه؟ روح ودوها وهاتوها. ترنا بيه. حكم الاسياد. روح وهاتوها. اسياد مين؟ روح. تعالى يا عم الجبل. روح هات الحل. روح معانا. ما تروحيش تجيب الحل. دي تيجي معانا. خدها. يلا. يبقى هاتيها بكرة الساعة 6. ده الراجل ده عينه زيغة. هاتوا الحلة. يا بيه احترمنا عيب. ده شوية فانتازية اللي كان فيه حاجات فانتازية. خفت عليكم تشوفوها. لا ما تخافش عليا يا عيب. احترمني عشان انا غبي. حاضر. مش كيس مشوق واقف جنبك انا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. ايه ده؟ عفرته هنا؟ اه. استوى؟ هو عنب. ابعد. عفرته معانا يا حاج. هنا؟ ايوه. متأكد؟ ايوه. يا ابو جنيه وربع يا معفن. مش عايزين نبدأ بالشر. ايوه بسم الله. يلا يا ابني زي زمان. لا تأذينا ولا نأذيك. الله 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 الله. انت فين انت؟ ايوه ايوه. لا تأذينا ولا نأذيك. الله الله. عودوني عودوني. ده فين؟ وانا بحضر عمرو دياب. اوف. ايوه ايوه. يلا يا عفروتو. يا حاج. نعم. عفروتو هيدخل في جسمي انا. طيب هنعمل له دقه زار هطرده من جسمي. طب ما تحليه في جسمك. هو انا مش بني ادم ليه؟ حرام عليك. بسم الله. يلا يا عفروتو. يلا ادخل في جسمي. ادخل من الركب. ركب. ايوه على اساس انها اقرب حاجه. مش يلا كلنا ركبنا مع بعض يا اهل الخير. ايوه يلا نق يا بابا. ركب كتير قدامك. اتنين حريمي وتلاتة رجالي وتنين. فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه
فرفر بقى تنازل جوه يا ناس ابوس ايديك ايه بتعمل ايه بيعجبني قوي بصي ارجعي بقى جدايه في خدك يلا يا ابني جاهزين جاهزين ايوه بسم الله الله اكبر عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني لا تقول جاكي شان وحبيب باتمان امريكا يا بان ايه يا عيوني عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني لا تقول جاكي شان وحبيب باتمان امريكا يا بان ايه يا عيوني البيت بقى رايق بعد الاستاذ بقسومات ما صرف في العفريت اقعد بقى اشرب سيجاره بمزاج الله ده حشيش معتبر الواد شيشه قال لي ماركه كرسي في الكلوب يعني تاخدي نفس وتبقى ضلمه احسن فينك يا وكيل ايوه يا هندي واحده معايا مكالمه يا ابو العفريت ايوه يا ابن الباشا هات هند واحمر وتعالوا زورونا خلاص العفريت غار في 60 دقيقة ما تنساش يا عماد هات هند واحمر ماشي؟ تعالى أيوة وبلغ كل العيلة مع السلامة البيت بقى جميل وهادي شفتي فاق ورق ازاي؟ أيوة غار اللي ما يتسمى الحمد لله عارفة يا بنت يا هند؟ الراجل اسمه بقسومات ده؟ أنا ما كنتش واثق فيه في الأول بس طلع ولد قدر يصرف العفريت الحمد لله الحمد لله الاحسان انت كان دمك تقيل قوي ايوه ما هو اللي كان متقل دمي بصراحه بصراحه كنت بارد هو السبب ان جيت للحق كنت سخيف في ايه بت بس الحمد لله الحمد لله بقيت كوبه 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 ايه كوبه كوبه كيلو بانجو 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 بتحششي ايوه بحشش محشش لأمي ولا يعتب عليا روق روق محدش واخد منها حاجة انت فايقة ورايقة قوي والله العفيت ده كان كاتب الضحكة في قلبي طب اضحكك يا ريت شفت المسطول اللي جاي ينزل من عربيته فتح الباب لقى المطرة بتمطر نزل من الباب التاني طب شفت الكمساري المسطول؟ ماله؟ الست بتقول له الاتوبيس يا اخويا رايح الجامعة؟ لا لا قالت له ليه؟ لا ما جابش مجموع كبير. حلو يا وكيل حلو. اتنين مساطيل قاعدين مع بعض، واحد بيقول للتاني هو محرم فؤاد يبقى اخو بور فؤاد؟ قال له بور فؤاد دي بلد، قال له محرم فؤاد؟ قال له دي بلد تانية خالص. والله ضحكتيني يا هند ايه ده فين السيجار؟ يا فين السيجار؟ هات السيجار يا لهوي يا لهوي ايه ده ايه ده يا نهار اسود مرة واحد مسطول مراته ماتت مشي في الجنازة بتاعتها يضحك صاحبه قال له بتضحك في جنازة مراتك قال له بقالي 30 سنة متجوزها أول مرة أعرف هي رايحة فين السيجارة عملت عبايلها بقى لو ليه سيجارة ايه؟ حلوة الدكتور اللي فاتت هات السيجارة هتولعينا في ليلتك بل فين السيجارة؟ انا عارف فين سيجارة؟ جت في بقك ازاي دي ممكن افهم هو مين مصول فيكو انت ولا السيجارة؟ عبط خدتها مني من غير وانا بشرب ايه السيجارة دي؟
سيجارة بالريموت كنترول ولا ايه حكايتها؟ وراكي وراكي الاخر نفس. يا كان عفريت معفن. او انت ايه ده؟ بين استطلت على الريحة يا معفن. او انت يا كيكا تقلي رجعك تاني. انا جاي اطمن عليك. هو اسمه ايه ده؟ بقسومات؟ مش يا راجل بقسومات مين ده؟ انا جيت مكانه عشان ما نصبش عليك عيب. والله انا كنت حاسس بيه. حصل خير. انا حسيت بيه الحمد لله. طب امشي امشي. انا مش انصرف. انا مش محتاج. طب اعمل لي اي حاجه. مش عارف امشي. تعالى. ايه انت البني ادم؟ انا العفريت. شبيك لبيك عبدك ما بين ايديك. عايز فلوس. اي فين الفلوس؟ في الكابتن تياتر. فلوس فين يا وكيل؟ في الكابتن تياتر. يا عم انت اللي لازم تصرفني. مش انت اللي طلعتني من الكاميرا؟ يخرب بيت الكاميرا على بيت. اليوم اللي طلعتني كان يوم نحس. انت بتكرهني ليه؟ واحبك ليه؟ العز ولانا اللي عايشين فيهم. لا يا عبيط، عشان لسه جوايا طاقات اعملها لك. طاقات يا معفن. اهو انت يا ابو جنيه وربع يا معفن. انت اللي فقري. ما كسفتش ياد وانت جايب لي جنيه وربع وجاي. وكسف ليه؟ انت فقري. كان قدامي 5 جنيه مقفوله، خد عفريت لواحد. اسكت. كتك لينا في خيبتك. يعني عفريت نازل لي مخصوص واخد تأشيرة ومغير عملة وجاي يجيب لي 5 جنيه يا معفن. ما تغزنيش مضربك. ما انا عرفت ان صحتك على قد. هتعمل ايه؟ تخش مقالب؟ دافع عن نفسك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وريني. هأذيك. انت مش عفريت؟ عرفت بقى ان انا ممكن اذيك في اي لحظة؟ تعال يا بابا. بص يا وكيل، طالما انكتب عليا اعيش معاك هنا يا ابني. نعم يا اخويا. يا ابني هعيش معاك وغصب عنك انت ولاد عمك. ليه؟ 3 طلبات. يوم الاكل والنومه والمصروف. ليه؟ هصرف عليك كمان؟ اه، وهتكمل لي تعليمي وهتكسيني. بالعربي هنعيش جنب بعض حياه كريمه. هو مين طلع لمين يا؟ اوعى تعدي حدودك ترجع تندم. ها؟ موافق بس بشرط. اشرط. تظهر لولاد عمي. بصفتي ايه؟ هقول لهم ان انا جبت لك واد غلبان يشتغل عندنا في البيت. انا هظهر بصفتي جاركوا جعفر. ما عندناش جيران. مش شغلك. من اللحظه دي ليكوا جار اسمه جعفر، وانا هتعرف عليهم واحد واحده بطريقتي. خلاص؟ موافق. بس بقى ما دام ناوي تبقى جارنا وهتعيش جنبنا. اه؟ تعيش في هدوء وسلام. ان شاء الله. من غير غدر ولا خيانه ولا شر. اوعدك. كلمه شرف. شرف. ميثاق. ميثاق. معاهده. معاهده سلام. ايدك يا جعفر. ايدك يا وكيل.
يا جعفر، جعفر انت فين يا جعفر؟ يا جعفر مريم تعال تعال تعال. ايه فينك؟ في حد من قرايبك هنا؟ لا مفيش حد. يلا اتحرقوا. عامله ايه؟ الحمد لله. انت وحشاني، مش عايزه اجي لك كل يوم، تزهقي بصراحه. معقول ازهق منك انت؟ ده انت فرس احلامي اللي بدور عليه من زمان. بتتكلمي بجد؟ اه طبعا. طب تعالي. ايه؟ تعالي بس غمضي اهو. هوب. ايه ده؟ كل دي فلوس؟ ومن هنا ورايح كل اللي هتحلمي بيها هيتحقق في ثانيه. بجد؟ اه والله. انا مش عارفه اقول لك ايه. ولا حاجه. انا لازم اقول لاولاد عمي. لا بصي بقى، شرط الوحيد ولاد عمك ما يعرفوش اي حاجه من اللي بينا، اتفقنا؟ ليه؟ سيبينا نتصرف، هيحقدوا عليكي. صح. بقول لك ايه؟ ايه؟ يلا قبل ما حد يجي شويه حب بقى. نحب شويه؟ يا ريت. يا بوتي بوتي صغنونه يا لوح قلبي. ايه ده؟ انت بتحبي كريم ابن اختك يا بنت بوتي مين؟ ايه بيبي مالك؟ بيبي ايه وزفت ايه؟ لازم تعلمي الحب من اول وجديد. ما انا مش عارفه اعمل ايه. قولي لجعفر اهو يعلمك. حد يحاسب الاسعاف؟ هحاسب انا الاسعاف. تعال يا اخويا سندني. تعال يا باشا تعال. اشوف فيها يوم هي وعيلتها يا رب. مراتك تاني اكلت الاسفلت. هنعمل ايه؟ الله يخرب بيتها. كل الستات كده. اه يا ايدي يا نار. معلش استحمل. اه يا رجلي يا نار. اه يا جسمي يا منمل. اه يا شعري يا مأمل. لا دي الحالة خطر. اندهل الوكيل يا اخويا. هندهولك. هات الوكيل. والنعمة هندهولك. اندهل الوكيل. والله هندهو بس سيبني. تعال يا وكيل باشا. الف سلامه. على مهلك. على مهلك وكيل باشا. سبت الاسعاف. اه حسبت الاسعاف. تعال الحق. تعال الحقنا. تعال خلاص بقى، هم خدوا اللي فيه نصيب ومشي. معلش يا وكيل. حسن باشا ايه اللي عمل فيك كده؟ تعال. في ايه؟ الدكتور بتاع الاسعاف بيقول لحضرتك لو ال24 ساعه الجايين عدوا على خير هيبقى في خطر على حياته. ايه؟ ايوه. قال ايه الواد ده؟ تعالى تعالى يا وكيل. في ايه؟ تعالى سندني. عيلة مراتي ضربوني على الاسود، ابعد عني. يا خضتني. ما بيضربوك على طول، ايه الجديد يعني؟ المره دي غير كل مره، الضرب ما خلينيش في وعي. جابوا لي عقد وقالوا لي امضي انك بعت المصنع وانك قبضت ثمنه بالكامل. وخدوا العقد سجلوه في الشهر العقاري ومنزلين المصنع في المزاد. يعني المصنع راح؟ راح يا وكيل وانا ضعت. مصنعي ده يعني اكل عيشي. يعني مصدر رزق الوحيد. يعني ظهري وقيمتي وسندي في وسطيكم. خدوا مني كل ده وانا عمري ما اذيت حد. عملوا فيا كده ليه يا وكيل؟ عشان انت طيب يا اسف. وده جزات الطيب؟ ايوه. يعني لازم انهش في الناس عشان اضمن ان محدش يأذيني. لازم يبقى لي انياب وضوافر عشان اقدر اعيش. ليه يا وكيل؟ ليه الناس ما تبقاش مسالمة زيي؟ عموما يا قاسم انت اللي جبت كل ده لنفسك من الاول. وانت كنت فين؟ نعم. الاسم ولاد عمي. يعني ايه؟ دمي ولحمي وقرايبي. قاعدين بتتفرجوا علي عشان لما اقع تقول لي انت اللي جبته لنفسك؟ لا يا قاسم لا، اوعى تتهمني انا الاتهام ده. انا ياما وقفت جنبكم وفي ظهركم، ياما اتخانقت واتضربت بسببكم، ياما استلفت ومديت ايدي اللي يسوى اللي ما يسواش عشانكم. فاكر يا قاسم ولا تحب افكرك؟ تعبان يا وكيل، تعبان قوي. هبوس ايدك ما تبعدش عني. انا محتاج لك اكتر من الاول. انت ابن عمي الكبير، دبرني. كل واحد فيكم بيتصرف من دماغه، ولما يقع يقول لي انت الكبير دبرني. احنا ملناش غيرك. خلاص طلق مراتك ده الاول يعني. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ علشان خاطر عيالي. ذنبهم ايه شحطتهم؟ دول بنتين يا وكيل. بسم الله ما شاء الله. ابتدوا يكبروا دلوقتي. هما سنهم قد ايه؟ الصغرى 12 والعظمى 14. انت مخلي في درجات حراره. كاتك نيل على ميزان الميه اللي انت متجوزها دي. ده دول اللي خلفتهم في القاهره، اما في جنوب الوادي من المتوقع ان من المتوقع تخلف لك ايه؟ زوابع؟ امطار؟ خلي عندك كرامه وطلق. والعيال هيتربوا. طلق
مين هيربيهم؟ طالق! ست السيدة بنت بركات! انت طالق! 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 هي هنا؟ طب اطلق مين يا انا؟ بتطلقني انا؟ هطلقها. امتى؟ الحلم مش مستحيل، لكن تحقيقه مباح. كتكنيله في خيبتك. ما تخافش عليا. يا اطلق. هطلقها. هطلقها. امتى؟ اجيال ورا اجيال. اجيال ايه؟ على خدوا منه المصنع وماشي يقول اجيال. اجيال ايه؟ عايز المصنع. يا ريت يا عفروت باسمك. لا لا يرجع باسمك. سيبنا كبرك بقى. معلش يرجع باسم ياسر ابن عمي. حاضر حاضر. هو صاحب المصنع ويا ريت يرجع مسجل باسمه في شهر العقار. عيوني ليك. والله خدمه ما هنساها لك. عايز حاجه تانية؟ لا ونظرا لظروفك الصحيه صدق يا عفروت في دماغي خطه لو نفذتها هتلاقي المصنع جاي. بس انت بتعصبني ليه؟ خطه ايه وزفت ايه؟ ده انا جايب لك المصنع كله فوق السطوح، ده انا عفروته انت مش عارفني؟ ما هو المصيبه ان انا عارفك. ليه في ايه؟ في ايه؟ ها؟ ايه؟ اي تركه شكشوكه رمسيس عتبه غامره وحياه غلاوتك ثلاث دقايق والمصنع يبقى عندك. والله تبقى خدمه العمر. يلا تم جميلك وهات 4 جنيه يا عم. روح بقى 4 جنيه ايه؟ يا لاختك العفريت اللي نازل يقلبني كل شويه ده. خلاص انت عارف اشتغل يا وكيل. ايه الدوشه دي؟ خالد ابن عم استاذ جعفر جارنا الجديد. انا هتعرف بيه. انا طيب. مساء الخير يا حبيبي. زي ساعتك قاسم. انا صديق الوكيل وبالصدفه عرفت عنكم اخبار يعني، بس اخبارك انت مضايقاني قوي. الحمد لله. انا عارف انا ظروفي وحشه. ليه ضيعت نفسك؟ اللي عنده مصنع واللي عندها ملايين. يا استاذ جعفر انا فلوسي كلها راحت على تجاربي العلميه. وجاهل زي ما انت. وزي ما انا بقرا واقفه قدامك. طب ايه رايك نشتغل مع بعض والنص بالنص؟ اتمنى بس انا مش لاقي اكل. انا معاك ما تقلقش. محبه محبه. نعمل ايه؟ المصنع بتاع قاسم في مزاد. ايه رايك لو يرسي عليك بأماره ايه؟ معيش فلوس يا جدع. انا معاك ما تقلقش والنص بالنص. محبه طبعا. فين اسباني على الزمالك؟ فين 12 شارع حسين العاشر؟ بسرعه. تاكس. قاسم ده كان واقف معايا دلوقتي. قاسم لما مؤاخذه يا ستي، معرفش انك عريانه. ايه الليله دي؟ ستك تعالى هنا. انت بتنده عليا ليه؟ ايه ده؟ مالك بقيت شبه امي كده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ يا عم انت بتنده عليا ليه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ بص انا مش هخبي عليك، انت ابن عم كبير. انا كنت بلعب بينج. بينج وانت عيان؟ ما هم قالوا ان البنج بيخفف الالم، قلت العب ماتشي. يا لهوي. قالوا لك البنج ده؟ ايوه بيخفف يا قاسم. قالوا لك البنج ده؟ ايوه والله قالوا لي. مين اللي قال؟ كمان الشهر اللي جاي لازم ادخل دوره انتي بايوتيك.